نقف اليوم هذه الوقفة الرمزية تنديدا بالعدوان الصهيوني الغاشم على مخيم جنين وعلى الضفة الغربية وعلى القدس والأقصى. هذا العدوان من هذه الحكومة الصهيونية المودية الإسرائيلية التي تمعن في تدمير وتحطيم كل ثوابت القضية الفلسطينية للأسف الشديد موازاة مع هرولة تطبيعية للعواصم التطبيعية. فالتطبيع العربي الرسمي هو الذي يشجع الكيان الصهيوني على هذه الجرائم المتعاقبة، لكن وبقدر الإدان للعدوان الصهيوني بقدر الافتخار بمقاومة الشعب الفلسطيني البطل أن يصمد مخيم قطره نصف كيلومتر أمام قوة غاشمة من 1200 جندي 150 دبابة وطائرات بدون طيار والعملاء وكل شيء، أن يصمد هذا عنوان انتصار للشعب الفلسطيني، وهو يؤشر على أن القضية الفلسطينية قد دخلت مرحلة دقيقة جدا عنوانها صعود المقاومة كخيار شرعي ومنجز على مستوى الميدان وتساقط كل ما يسمى مسلسل السلام، لأنه الآن لا حل دولتين، لا قدس، لا لاجئين، لا جولان، لا مستوطنات. وبالتالي الآن القضية الفلسطينية انتصرت وانهزم العدو الصهيوني ومعه أجندة التطبيع. هذه خرجة كما تشاهدون، هذه وقفة الغرض ديالها هو استنكار يعني بكل قوة وبصوت مرتفع هذا الذي وقع في مخيم جنين، هذه الهجمة الشرسة ديال العدو متغطرس بآلاف الجنود مدججين بالسلاح بمركبات عسكرية ثقيلة اللي كان على الأقل أنا ما وصلني فيها 14 شهيد منهم 5 ولا 6 ديال الأطفال وعشرات ولا مئات ديال الجرحى. يعني جيش يعني يضرب يمنة ويسرة، يعني يضرب بقنابله المساكن والبيوت ويخربها على أهلها من نساء ومن أطفال ومن ولا يبالي، لا يبالي بأي كان. فاحنا في إطار مجموعة العمال خرجنا لنستنكر هذا الأمر ونعبر بكامل قوتنا وبكامل بمرفوع صوتنا على أن هذا الأمر لا يمكن أن يستساغ ولا يمكن أن يقبل، وأنه آن الأوان لينتبه العرب المسلمون، لينتبه العالم كله إلى أن هذا العدو الصهيوني لا يحسب حسابا لأي كان، لأي بلد ولا لأي نظام ولا لأي، أنه يفعل ما يريد وأنه ذاهب في مخططته يعني التطبيق التخريبية إلى أبعد أمد. ولذلك احنا خرجنا لنعبر عن استنكارنا لهذا الأمر، لهذا الذي وقع في هذه المخيم، ولندعو لشهداء إخواننا في فلسطين، لندعو لهم إن شاء الله بالرحمة وبالقبول عند الله عز وجل، ولجرحاهم بالشفاء، ولندعو لأنفسنا بأن يغفر الله لنا كل تقصير وكل تفريط في حقهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.